متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بكم وتغطيه خاصه لقرار النادي الاهلي الجديد. عارفين طبعا ان النادي الاهلي قبل ساعات اعلن انه اتقدم بطلب رسمي لتاجيل بطوله كاس السوبر المصري اللي ان شاء الله هتتلعب في ابو ظبي. النادي الاهلي عنده المباراه الاولى قدام سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر الجاري، والمفروض المباراه الثانيه هتكون قدام فريق الكسبان من بيراميدز وفيوتشر او الخسران منهم حال خساره النادي الاهلي، المفروض هتكون يوم 28. النادي الاهلي قدم طلب رسمي بتاجيل بطوله السوبر المباراتين لمده 24 ساعه، يعني مباراه سيراميكا بدل ما تتلعب يوم 25 تطرحها ليوم تبقى 26، ونفس الكلام للمباراه الاخيره بدل ما تتلعب يوم 28 تتلعب 29 ديسمبر. السبب في الطلب ده في الساعات الاخيره هو ان الوقت ضيق جدا بين البطولتين، يعني النادي الاهلي بكره ان شاء الله عنده مباراه البرونزيه وتحديد المركز الثالث قدام فريق اوراوا ريد داينونز الياباني بطل اسيا، والمباراه دي اللي ان شاء الله هتتلعب الساعه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. المفروض النادي الاهلي هيخلص المباراه دي، بعدها مباشره هيتجه من ملعب الامير عبد الله الفيصل لملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه، المسافه بينهم حوالي 50 كيلومتر. يعني النادي الاهلي بعد ما هيخلص مباراه الثالث والرابع هيتجه مباشره على الملعب الثاني لحضور حفل التكريم، سواء النادي الاهلي هياخد المركز الثالث لو كسب ان شاء الله اوراوا بكره، او المركز الرابع لو خسر المباراه. فالنادي الاهلي بكره هيكون عنده يوم شاق جدا، وبعدها ثاني يوم اللي هو يوم السبت الموافق 23 ديسمبر النادي الاهلي المفروض هيتجه مباشره من جده لابو ظبي للخوض السوبر المصري. مارسيل كولر الحقيقه المدير الفني للنادي الاهلي هو كان السبب الرئيسي في طلب النادي الاهلي بتاجيل السوبر لمده 24 ساعه، طبعا المواعيد كانت معروفه قبل كده والنادي الاهلي مواعيده كانت متحدده قبل ما يسافر، لكن كولر في الوقت الحالي هو شايف ان الراجل كل حاجه هو بيتحملها، سواء النادي الاهلي قدم اداء مش احسن حاجه كولر اللي بيتحمل، سواء اللعيبه ظهرت بشكل غير جيد كولر اللي بيتحمل. فالراجل قعد مع اداره النادي الاهلي واتكلم معاهم هنا في جده وقال لهم يا جماعه مستحيل اللي بيحصل ده هيكون صعب جدا، لان النادي الاهلي هيسافر يوم السبت اللي هو 23، هيبقى عنده يوم الاحد 24 راحه، ويوم الاثنين 25 مباراه سيراميكا. قال انا مش هقدر اعمل استشفاء ومش هقدر اخرج لعيبتي من مود كاس العالم وبعدين ادخلهم في مود السوبر ونبدا التحضير لسيراميكا. يعني تخيلوا الراجل اتكلم معاهم قال تخيلوا كده انا النهارده قاعد بذاكر فرقه اليابان، كره يابانيه بطل اسيا، فرقه اول مره نشوفها ونلعبها، اخرج منها على مباراه سيراميكا تحضير مختلف تماما، اجواء مختلفه تماما، هيخرج من جده على ابو ظبي. فالراجل قال يا جماعه انا مش كل حاجه انا هتحملها، انا مش هقدر احضر الفريق في الوقت الضيق ده، عشان كده اداره النادي الاهلي قدمت طلب رسمي لتاجيل مباراه سيراميكا لمده 24 ساعه، وبالتبعيه المباراه الثانيه اللي كانت المفروض هتتلعب يوم 28 تبقى يوم 29 ديسمبر، وبعد كده النادي الاهلي بقى يرجع مره ثانيه للقاهره. و روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني طلب تاجيل مباريات الدوري اللي هتكون محدده، كان متحدد ليها 2 يناير عشان خلاص بقى النادي الاهلي هيرجع من ابو ظبي يحصل على راحه، لعيبته تنضم للمنتخب الوطني ويبدا كولر يشم نفسه. النهارده كان التمرين الاخير للنادي الاهلي في جده، اخر تمرين ان شاء الله للنادي الاهلي، التمرين كان مشارك فيه كل اللاعبين وظهر الحزن برضه مسيطر على لعيبه النادي الاهلي من بعد مباراه لومينينسي البرازيلي، والاجواء هنا مش احسن حاجه خالص. النادي الاهلي عارفين طبعا خسر من الفريق البرازيلي بنتيجه 2-0 في نص نهائي كاس العالم للانديه، وكان الكل عشمان هنا في جده بالوصول للمباراه النهائيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي ومواجهه مانشستر سيتي، قبل بقى ما البطوله نظامها ان شاء الله هيتغير السنه الجايه، مفيش كاس عالم للانديه 2024، ومن 2025 ان شاء الله البطوله هتتلعب بنظام البطولات الكبرى 32 فريق. النادي الاهلي والوداد المغربي حجزوا اماكنهم بالفعل كممثلين لافريقيا ضمن 8 مقاعد افريقيه في البطوله اللي هتتلعب ان شاء الله في الولايات المتحده الامريكيه صيف 2025. النهارده بقى كان في كلام كتير وحاجات كتير وكواليس كتير من التمرين، معانا زميلنا
مصطفى الدكش طبعا هو رجل الحاجات دي، يعني انا مش هفتي والدكش موجود. الدكش بقى يقول لنا كل حاجه حصلت النهارده. حبيبي احمد الاول، بمس عليك وبمس على كل المتابعين اليوم السابق. يعني تمرين النهارده مشدود وحزين عند النادي الاهلي اللي بدا يتمرن برامته الاخيره النهارده في ملعب الجوهره، كان تمام الساعه 5 الا ربع بتوقيت القاهره، 6 الا ربع بتوقيت جده. الاجواء هنا الى حد ما زي ما انت قلت في الكلام يا احمد، حزن كبير جدا وواضح على كل اعضاء جهاز الاهلي، ابتداء من اللعيبه لحد كابتن محمود الخطيب اللي كان حريص ان هو يكون متواجد في اول 5 دقائق في المران النهارده. لكن في لقطه محترمه جدا، اول لما نزلت لعيبه الاهلي لارضيه المران بداوا يقدم كلهم صلاه المغرب قبل ما ينزلوا للمران. لكن كان في اول بدايه المران كده ربع ساعه لحديث ثلاث لاعبين، كان ياسر ابراهيم وقفشه وعلي معلول، اللي كان واضح من كلامهم في الحزن الكبير جدا وتصريحاتهم كان واضح التاثر الكبير جدا بحزن المشجع الاهلاوي اللي انعكس على لعيبه الاهلي. كل اللاعبين، علي معلول النهارده قال ان هم زعلانين جدا، قال ان كل اللعيبه في حاله حزن كبير جدا في عمليه عمليه الاخفاق في الصعود لنهائي كاس العالم، وقال ان كل اللعيبه كانت بتامل ان هي تحقق طموح يعني جمهورها في الصعود لنهائي كاس العالم وتحقيق زي ما بنقول كده بطوله جديده في الصعود الاهلي لنهائي كاس العالم. لكن قدر الله ما شاء فعل، الاحداث ما سمحتش بحاجه زي كده رغم تميز الاهلي ورغم اداء الاهلي الاكثر من رائع في مباراه فلومنسي، لكن عدم التوفيق هو اللي كان السر وراء يعني اخفاق الاهلي في الصعود نصف النهائي. واضح الحزن على علي معلول وهو بيتكلم، قال احنا كنا طموحين بشكل كبير ان احنا نوصل للنهائي، كنا شايفين ان كل الظروف مؤهلانا، قدم مباراه اكثر من رائعه قدام اتحاد جده المستضيف اللي بيحتوي او بيضم عدد كبير جدا من لعيبه العالم على راسهم طبعا بنزيما وكانتي واكثر من اللاعبين اللي بيحظوا كده بشعبيه جماهيريه كبيره جدا طبعا كانت طاغيه في المدرجات. لكن رغم كده يعني كنا نامل ان احنا نكون متواجدين في نهائي كاس العالم ووصل كده اللي دي يعني اخر نسخه وكان اسهل نسخه يقدر الاهلي يحقق فيها ان هو يوصل للنهائي. لكن قدر الله ما شاء فعل. الحزن دوت كان واضح يا احمد على كل لعيبه الاهلي المتواجدين في المران. لكن قبل ما اكلمك على المران خليني اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران وبدا يتابع من بعيد وبدا يروح يقف عند العارضه اللي كانت متواجده في نص الملعب ويقرا الفتحه مع لعيبه الاهلي كده من بعيد. لعيبه الاهلي رفضت ان هي تقرا الفتحه الا لما ينضم اعضاء الجهاز الفني من العمال وكل الطاقم اللي موجود في البعثه ليهم كده عشان يقروا الفتحه قبل نزولهم للمران. طبعا لما ركزنا مع اللعيبه كلها واضح ان هم زعلانين جدا، واضح ان هم متاثرين جدا بالنتيجه، واضح ان هم واصل لهم حزن الجمهور، واضح طبعا على الجميع. واكد لنا بقى اكتر من حد من البعثه لما اتكلمنا مع احمد ان الاحساس بتاع الجمهور واصل للعيبه وان اللعيبه بتبذل كل ما في وسعهم علشان يقدروا يرجعوا السعاده ويرجعوا الثقه تاني لجمهور الاهلي. عبارات اعتذار كتير جدا احمد كانوا بيتكلموا معانا فيها، كلام اعتذار كتير جدا قالوا ان هم مفيش لاعب ينزل بيفكر ربع تفكير ان هو يهدر الفرصه او ما يقدرش يكون او ما يقدرش ينهي الهجمه. لكن ده التوفيق وعدم التوفيق اللي دايما بنتكلم عليهم في كره القدم، قالوا ان كلهم مركزين عشان يقدروا يحققوا البرونزيه. لما سئل ياسر ابراهيم على البرونزيه واحد الصحفيين يعني قال له دي بقى طموح لعيبه تاني، قال له احنا مش عايزين عشان احنا حققناها او الجيل ده حققها مرتين تبقى هي حاجه ضعيفه. البرونزيه دي بالنسبه لاي نادي هي حاجه كبيره، احنا طمحنا في ان احنا نكون متواجدين في النهائي وده ما يقللش ان احنا نكون طموحين برضه ان احنا نحصد البرونزيه والمركز الثالث. قال ان كل اللعيبه مركزه وكل اللعيبه طبعا هيكونوا على قدر المسؤوليه بكره ان شاء الله. الاجواء بكره احمد النهارده عشان برضه نقول للجمهور يعني الاصوات في جده بعتت رسائل لكل طبعا حامل المركز المحموله، قالوا ان بكره هتكون في امطار شديده، نامل ان الامطار دي ما تاثرش على عمليه سير المباراه. لكن ارضيه الملعب اكثر من رائعه، الاجواء هنا اكثر من روعه، حتى الجو احنا الحمد لله ما فيش رطوبه عاليه، الجو معتدل جدا في جده. فاحنا نامل ان شاء الله ان الاهلي يقدر بكره يحقق طموحات جمهوره ويحقق طموحات ادارته. اللي باين على كابتن محمود الخطيب هو كمان ان هو زعلان من النتيجه ديت، لان كابتن محمود فضل موجود لحد لما اللعيبه بدات تقرا الفاتحه. في اللحظه ديت اول لما انتهى من قرايه الفاتحه مع اللعيبه المره اللي فاتت لما قرا الفاتحه كان كابتن محمود في وسطهم، المره دي كان كابتن محمود ورا خالص وقرا الفاتحه كده. وبعد الانتهاء ولحظه ما بدا اللعيبه تتوجه عشان تبني يعني المران، بدا كابتن محمود يغادر الملعب خالص، الملعب اللي
الاستاد هو اللي متواجد